كيفاش ديرت مشي الكلوب ده؟ لان نعرف نبيل كوكي عنده دولة كبيرة كان باه هذا باش نشتغل عليه بارونتيز كبير اللي برشا الناس وقت السي نبيل راناني ما رانيش برشا وقت راناني بريسك 4 شهور ولا 5 شهور وخرجت انا مشيت في الكلوب كيف ديما نقولوا اسباب. نتذكر مع مجرين لعبنا ماتش اميكال كنت راح حق ولاد الكرام وقت حق ولاد الكرام في في لا شادها اسمه مهد مترابلسية اي ما ترابلس مونترونير جبارة ولا حاجة لطفي جبارة لطفي جبارة. انت عملنا ماتش اميكال خسرنا 4-2 والمركز زبون صغير وقت انا نحكي لك قد ايه في العمر صعب في البوست هذيك من بديت كريمة لا لا لعبت كل شيء مش كل شيء معناها ديما ديفونسيف اكثر من اوفنسيف اما اكثر واحد اما اكثر واحد بيبو انت بحكم نحب الجري ونحب كل واحد اصيل معناها بدينا مغادي بدات بشوي بشوي ما تعرف ناس يونسي واسمه بجوير يعني الكل بيجي عليك انت وشوف سبحان الله معناها وكل شيء يقول كذبة ربي. البريود هذيك حال نقولوا نحن بريباراسيون وصيف معناها ما تنجمش جماعة الشريك مشينا عملنا ماتش وبقيت نعمل ماتش عندنا ماتش اميكال الاول كنت بحق ولاد الكرم وعاودنا ماتش اميكال واحد اخر على خاطر انا بحكم وقتها حق ولاد الكرم هي حابه تاخذني كنت ماشي حق الواد كنت ماشي حق الواد حق الواد خذيت من ميجرين كانت تذكر وليد التايبوتش انت وبعد خلطت عليه حمود المعمر تحيه لي انت لا هذوما كونا مع بعضنا الجمعه اللي فاتت حمود المعمر بفضل حموده من اعز الناس اللي تعرفهم اسئله قلت لك بديت مغادي ماك تعرف يخرج كلام في كلام في هاكا ثم وليد باهي في الجمعية فلان خرج الكلام جاو جميع تفرجوا فيا وقت البريود هذيك راني فينا سي نبيل وقت سي نبيل ينصح فيا الحقيقة وكل شيء ويمشي وكل شيء فهمت وبشوي بشوي وقت كيما نقول انا ثم واحد اللي عنده فضل كبير اللي خلاني نمشي للكلوب اللي هو نشكره برشا شي نجيب غميد وحسن خلصي اللي عنده محبة خاصة علاش كيفاش شنو دورهم كان مش نيكو مش خويك كفاء دورهم انا قلت لك راه كونتاكتيوني الحمد لله يا ربي ديما نقول لك في العمر هذاك وطفل صغير اكيد باش جمعيه الكل معناها نقولوا نحن يكلموا فرصه فهمت ولو انك كريم تلعب في السيكي ما قلت لي معناها العينين مش برشا عصي ولو انه وحتى كان العينين عليها تمشي معناتها بالتدرج تمشي بي كيف متوسطه في يعني اما طول الكلوب نيفو ديريكت بحكم ديما قلت لك انا راني كنت حتى في الليجان نمشي كانوا يعملوا كيف ناسيونال نتاع النخبه نتاع بين عروس وحدهم ريجيونال فهمت نتاع بين عروس وحدهم كنت نمشي معناها فهمتك معناها الحمد لله واحد تحس معناها حتى لعبات اللي تفرج تحس اللي النيفو نتاعو اقوى فهمتك وان بليس كي تلعب ماتشات اميكال كونتر جمعيات ناسيونال حتى انا نحس روحي مانيش معناها ماكش بعيد صحيح كما انا بديت لي كونتاكت مع جمعيات وكل شيء وكلهم اتصلوا بي الحقيقه مش هذه وهذا ديما نقول الحمد لله ربي دارت الدنيا ولعبت فيهم الاربعه اللي تنجيوها بعد ما اللي اتصلوا بي معناها جمعيات الاربعه وكل شيء وبحكم يمكن سي نبيل عنده قرب اكثر النادي الافريقي و نقول معناها انصحني نمشي للكلوب خير وحاجه اخرى انا معناها في العمر هذاك اللي الحمد لله كان نقول مخي كبير شويه معناها على عمري اللي ديما نخمم معناها تحب ولا تكره ما نجمش في العمر هذاك نمشي تبعد على دارك انت خاطر ثمك نقولوا نحن عمر باش تتنقل معناها كزعمة زعمة كبرت وفهمت شنو هي اقرب بلاصه انا ولد حاشاك انا ولد مبري اقرب بلاصه هي نادي الافريقي ترجي هذه تونس حتى البارك اقرب من البارك بيب خطف خدوات انا حتى على ساقك 10 دقائق كاو اخترت لي شو هذا كاو الحمد لله وراني حتى كي مشيت عند مارشان انت اللي الحقيقه مارشان وقت جيت ما كانش مقتنع كيما قلت انت بكريكا اللي جوار جاي من ناسيونال سي وكيف باش يلعب في جمعيه كبيره كيما نادي الافريقي وهيت ما كلم انت الحمد لله واحد معناها ملي مشى عارف ما كانش مقتنع بيك مارشان مش ما كانش ديما تحب ولا تكره كيف تجيب انت اللي نقولوا نحن كيف تشلي جوارات نسبه النجاح مش نقولوا نحن نسبه النجاح في قد ايه في الاخطاء باش تخطئ معناها في نسبه الخطا معناها ثم عباد يغلطوا 50% ثم عباد 60% هو ما كانش يقول مش ما كانش من بيا اما يقول لك كيف جوار جاي من الناسيونال سي واحد فهمت كيما قلت لك انا قويتك صعيبه شويه بار كونتر كيما قلت لك انا وصلت نترين مع سينيور نمشي نكور مع السبور هو يجي يتفرج
كي جاي يتفرج وكل شيء مع سي نجيب يحكي معاه. وكما تعرف شنو دورها مقدر قبيلك ان نجيب غميز وحصل خالص سي نجيب شنو نقول لك، انا عرف كيف يحكي معايا وديما تحب ولا تكره. انا في العمر هذاك جاي يحكي معاكم انا اسم كبير صحيح. في الكوره نفس البوست انت نفس البوست يعني كنت سبخت نفس البوست انا خاطر كي سي نجيب يمشي يحكي مع مارشان يقول وراه هكا وهكا وهكا ديما يقول لك شبيه معنا فهمت شفت انا على عيني معنا. باركونت كي مشيت ليامات مرشا اقتنع بكلام سي نجيب فهمت، وستة شهور الاول ما لعبتش معناها كديما نترين ونط مع الاسبوار وساعات برناكو. ومن بعد جمسي عبد الحق اللي خديت فرصتي معه الحمد لله رب. باهي من جمالي كما كنت تحكي كريم نجرين اللي كل يوم بين ملاعبيه كبار كنت تشوفهم حتى في التلفزيون يمكن كيفاش كان تاقلم مع الملاعبيه هاي فحكت معاش لا انا 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 ديما قلت لك انا ولد معناها مجرين بحكم ثم برشا جوارات خرج معناها البريود هذيك ثم حمد المرزوقي ثم بسام داعس ثم كان تعرف توفيق ومنذر صالح معناها خرج برشا جوارات معناها ما عنديش شكل النظريه نتاع ما عندكش ملقب نقص ولا حاجه ما عنديش شكل او كبير فهمت ما عندي ما عندي في مخي انا كي تبان بالكوره شو يقولوا نحن كلها ما عندي كلمة تقالها ما تقالش تبون بالكورة تبكي يوم وتبكي يوم فهمتك أنا متاك الحبوب من الشعبية كونفيونس في روحك مالي فهمت والحمد لله الحاجة اللي باهية اللي بريود هذيك اللي ما يعرفش عن هذه الفريقي اللي برسمي ثم جروب الناس كل تحب بعض فهمت كيف الناس كل تحب بعض الكبير يقدر الكبير الكبير يعاون الصغير فهمت الحمد لله لقيت الحقيقة لقيت معناه نقولون خلت فيسع في الجو شكون عاونك برشا برشا وقت شكون كان قبلي كان وسام كان خالد زقاو الله يرحمه خالد مولي لا خالد سويس خالد سويس زقاو وسامة هذوما اللي كانوا فهمت وخاطر البريود هذيك جيت انا زو قبلي بشويه معناها فهمت فهمتك باهي كريم ما كنتش لاعب اساسي ديما في الكلوب معناها كان لك فريق يلعب لاسعد وسام في الوسط هكا ولا قلقتك شويه الحكايه ولا لا بالعكس انا ديما نقول لك الحاج الباهي في اللي صبور انا ما نحبش هكا نقولوا نحن شبيني ما لعبتش ما عنديش الحكايه هذيك حتى كي نقول شبيني ما لعبتش نلوم روحي قبل ما نلوم الانترونير ما فماش انترونير جوار باش يربحوا ما يلعبوش صحيح هذا يكون قولوا نحن من اسرائيل لو بشي لا مي يمكن جات البريود هذيك معناها كوره ذوما ثلاثه مي كل ما تجيني فرصتي عرفت كيفاش تغلى الحقيقه ترجيت نذكر انا بديت بشويه خاطر كان نشوف انت السيزون الاولى بديت انا السيزون الاولى معناها تروح جندوبه وتروح بديت انا وقت بارامون سيما مضروب ولا شنو هي ما كانش ماشي ريزلتان تفكر لا بديت ومن بعد بديت من الاولى الريزلتا ومن بعد جيت في ثلاثه ماتشات وقت نذاكر مستير في مستير بونت ولا سعد مارك والله ما نعرفش كون مارك الحقيقه مي بديت مستير في مستير خسرنا 2-1 جوز ثلاثه ماتشات جوز ماتشات ورا بعضهم منير فهمتك مشيت شي شويه ومن بعد عطى ربي خير شامبيونات 2008 هذه 2008 فهمت قال برشا كلام على الشامبيونات هذيك مستحقه كريم اسمعني ديما شنو نقولوا انا شاش فسلك لما يخلص للعنبة يقول قارس كلام من انا هنا معنا كلام اللي ما نتصورش تمشي عملنا روتور ما في حتى خسارة والبريود هذيك معناها شكون اللي تنافس الوقت الاتوال والكلوب افريكا الاتوال عنده جينيراسيون باهية وقت از شامبيونز ليغ وعنده جينيراسيون باهية الحقيقة فهمت معناها ما نتصورش انا جمعيا في الـ في الـ في الـ بيستعمل باركور هذاك الكل وما ديما نقول الكلام اللي تلقاه في مات جورجيس مات جورجيس ايوه ضرب وبعبوله وشنو صار وقتها اسمع ديما نقول انت كنت حاضر احكي لنا حاضر لا اوتوماتيكمون نحن لعبنا كونتر جماعيه جورجيس نجيب اسم كبير مين جات في البريود هذيك هي يقولوا راح طايحه عند جات البريود هذيك طايحه وعندهم جديده ما ترانيوش وهم عرفتك دخلوا الديبار نتاع الماتش اللي قلوا نحن قدام الجماهير هذيك الكل وخاطر الحقيقه عمري ما شفت ماتش ثم ماتش باركه شفته وانا كاورتو انا حضرت فيه اللي هو تروح الكونغو تونس اللي الجمهور بعد تروح الكلوب وجيبس انا الجمهور بالرسمي ما عندكش ما ريت لي البره الكلوب جوز لي البره اكثر من للداخل فهمت ندخل ونقولوا نحن
قلنا نحن بالسبري نربح، نحب نوريو الروح اوتوماتيك ما باش تكون بريسان على جوريتنا ديال الفريق، خاطر نحن مطالبين بالقولوا نحن البريود هذيك نحن مطالبين بالريزلتات. مي كل ما يمشي الوقت كل ما الفيزيك معنا نقولوا نحن معنا حتى كوتي فيزيك هما يتيحوا نحن نقوى. فهمتك اي انت انا نشوف الاخر ماشي ما نشوف انا اول ديبار نقولوا نحن نتاع ذاكره بالرسمه انا بقات الحكايه في راسي تو ديبار نتاع جامي تو ماشي نجم يكوروا ماشي نجم يتمشى ما همش ثاني اخر فهمت صحيح عندهم ديدا كاب معبوره انا قدامي ايش صار في التونيل ما فما حتى شيء واللي عنده حاجه تصير يجيب قدي قدامي شنو ما صار شيء حتى شيء ما صار حتى شيء انا قدامي قلت لك شفت ما صار حتى شيء فهمت انت اللي عنده تصور حاجه تبين يوريهم.